تأتي التحذيرات الإسرائيلية تجاه إيران وسط تصاعد التوترات، حيث توعدت إسرائيل باستخدام قدرات عسكرية لم تستخدم من قبل واستهداف مواقع جديدة إذا قررت إيران التصعيد مجدداً. أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية مشاهدين في الجيش الإسرائيلي تعليماتها بمواصلة رصد التحركات الإيرانية بتركيز دقيق. على ماذا؟ على الأهداف التي قد تسعى إيران لضربها في حال قررت الرد. ويعمل الجيش الإسرائيلي على دراسة طبيعة الرد الإيراني المحتمل، حيث يرجح أن يكون رداً رمزياً لإغلاق الملف، أو ربما رداً جاداً قد يؤدي إلى جولة جديدة من الصراع. هذه الجولة الجديدة من الصراع طبعاً تأتي عن طريق التصريحات الإسرائيلية، رد ورد آخر، رد من إيران ورد من هليفي. هليفي ماذا يقول؟ إذا أقدمت إيران على إطلاق الصواريخ سنرد بقدرات لم تستخدم بعد. ننتقل إلى تصريح آخر كما نشاهد من وزير الدفاع جالانت، قال بأنه الهجوم الذي نفذناه بعث برسالة مفادها أن أذرعنا تطال من يسعى لإيذائنا. شدة التصريحات قوية من الجانب الإسرائيلي أيضاً، وليست فقط من الجانب الإيراني مشاهدينا. أما بالنسبة للمصادر التي تحدثت لوسائل إعلام، لصحف وتسريبات صحفية، قالت بأن إسرائيل على درجة عالية من الجاهزية، وذلك تحسباً لأي رد إيراني. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي، قال في تصريح واضح وصريح، إذا حاولت إيران الهجوم فإننا نحتفظ بحق الرد، وذلك بشكل صارم. كانت هذه أبرز التصريحات من قبل التأهب الإسرائيلي.